بالنسبة لاجتماع مكتب السياسي ديال حزب التقدم الاشتراكية، تمت فيه قراءة أولية بالنسبة للانتخابات، انتخابات الجماعية وانتخابات الجهة، وطرحت فيه عدة نقط على أساس أنه إن شاء الله في المرحلة المقبلة، خاصة التعامل مع المجالس الإقليمية، ترشيح المجالس الإقليمية، وكذلك بالنسبة للحملة الانتخابية المقبلة فيما يخص الغرفة الثانية، فيما يخص المستشارين، كذلك تم التداول في هذه النقطة، وتم النقاش على أساس أنه تحضير للجنة المركزية إن شاء الله في الأفق القريبة إن شاء الله، كذلك لوضع تاريخ لاجتماع عقد اجتماع ديال المكتب السياسي، لي على أساس أنه يتم التقييم فيه المرحلة ديال الانتخابات، وكذلك بالنسبة للتحضير تم النقاش المرحلة ديال التحضير ديال الرؤساء، وبالنسبة للرؤساء ديال الجماعات المقبلة إن شاء الله. وكذلك طلب منا في المكتب السياسي أنه بالنسبة لجميع المنسقين ديال الجهات وديال الأقاليم تحضير تقارير اللي تعكس المرحلة اللي تمت بها فيما يخص انتخابات، لكي يتم تحضير لتقرير عام اللي فيه واحد التقييم العام والأفق المستقبلية بعد هذه المرحلة، اللي بهذه الطريقة يتم مواكبة من البداية إلى النهاية ديال مرحلة انتخابات ديال الجماعية وديال المجالس الإقليمية وديال المستشارين ديال الغرف.